مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيستمر للأربعاء المساء بحيث تتغير الأجواء لتتحول إلى متقلبة بسبب تأثير منخفض جوي عم بيسيطر على شمال مصر، رح يؤدي إلى طقس ماطر بيستمر لنهار السبت. إذن طقسنا لبكرة قليل غيوم إلى غائم جزئيا، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكر، عم تسجل 20 درجة، طرابلس 23، العاصمة بيروت 23، وصور 24 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 17، اللقلوق 11، زحل 17، وجزين أيضا 17 درجة. نسبة رطوبة ساحلا عم توصل ل 75%، الريحة السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شيل الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة، للأربعاء بيستمر الطقس المستقر خلال النهار ليتحول تدريجيا بالفترة المسائية إلى غائم مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمحلية، أما نهارا درجات الحرارة بتسجل ساحلا 23 درجة. للخميس والجمعة جونا غائم متقلب وماطر، تشتد غزارة الأمطار ببعض الأحيان، أما الثلوج فبتتساقط اعتبارا من 2200 متر، كما بنشهد تشكل للضباب على المرتفعات، ودرجات الحرارة بطبيعة الحال تنخفض لتسجل 19 درجة لنهار الخميس و20 درجة لنهار الجمعة. للسبت بيستمر طقسنا متقلب وماطر ببعض الأحيان، ولكن بتكون حدية الأمطار أخف ودرجات الحرارة بتستقر على 20 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.